سيطرت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD فجر اليوم على سجن علايا التابع لقوات النظام في مدينة القامشلي بريف الحسكة خلال المعارك ضد قوات النظام والمستمرة منذ 3 أيام، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين إضافة لضحايا من المدنيين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السوري بسام حجي مصطفى. مرحبا بك سيد بسام، لو سمحت ضعنا في تفاصيل المواجهات بين قوات الأسايش والنظام في القامشلي. سيد الكريم، البداية من عند الانتخابات المسرحية والأزلية التي أدارها النظام في كل مناطق نفوذه، ومن بينها حاول إدارة هذه الانتخابات أيضا في مدينة القامشلي التي تعتبر بأكثريتها تحت سيطرة وحدات حماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. نعم. منعت وحدات حماية الشعبية والأسايش اللي هن بين قوسين يعني الفرع الأمني لحزب الاتحاد الديمقراطي، منعت هذه الانتخابات في محاولة منها للخروج ببياض ماء وجه أمام الشارع الكردي المنتفض والسائر ضد النظام، والذي دائما كان يلاحظ على حزب الاتحاد الديمقراطي العلاقات الحميمية بينه وبين النظام. بالمحصلة اليوم البارحة اعترض أحد حواجز ميليشيا الدفاع الوطني سيارة لقائد الأسايش جوان إبراهيم وحاول يعني اعتقاله. أدى الأمر إلى ارتفاع في مستوى التوتر بين الطرفين، وعلى ما يبدو بداية انتهاء زواج المتعة بين فريقين شاركوا في قتل ثورة الشعب السوري وطعنه الآن. طيب وردتنا أنباء أن النظام وحزب PYD توصلا لهدنة، ما حقيقة هذا الأمر؟ لم أسمعك. كنت قد سألتك أن هناك أنباء قد وردت مؤخرا أن حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام توصلا لهدنة، ما هي حقيقة الأمر؟ هذا ما كنت أود الإشارة إليه. حافظ مخلوف قائد الحرس الجمهوري تواجد في مطار القامشلي، وباهوز أردال أحد قادات حزب البيكيكي الذي يعتبر هو الحزب الأم لحزب الاتحاد الديمقراطي أيضا جاء إلى مطار القامشلي من قنديل الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، حيث توجد قيادة حزب العمال الكردستاني. يبدو أنهم سرعان ما اتفقوا وعادوا مرة ثانية تقاسم الحصص والأدوار. هذه المسرحية وقعت عدة مرات في السابق، وكان المراقبون يعني يقولون من بداية هذه المسرحية بأنها ستنتهي بتبويض الشوارع. طيب لو تضعنا في صورة الوضع الإنساني للأهالي في مدينة القامشلي بعد هذه الأحداث. الوضع الإنساني مزري وسيء جدا. الاشتباكات أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من أهالي مدينة القامشلي، خصوصا بعدما اشتدت وتيرتها وبدأت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. أحد قادات حزب الاتحاد الديمقراطي قال في صفحة الفيسبوك أننا أنهينا مرحلة نضال محددة وانتقلنا إلى مرحلة أخرى. هذا الكلام قرأته جميع الناس واكتشفت بأنه يمكن أن يؤدي إلى أن تحترق القامشلي من أجل إعادة توزيع حصص بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي. الآن القامشلي يمكن أن تصبح هادئة بعد الهدنة، وأعتقد أنها ستستمر هذه الهدنة لأن المسرحية قد انتهت. نعم، المحلل السياسي السوري بسام حجي مصطفى المختص بالشأن الكردي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.